7 مارس 2022، رانا في لا سيتي غايار اللي هو حي محمد لوسيف، شارع السيمود عبد الله. شوفوا الاشجار هادو اللي فوق التروطوار، شجر الميليا هادو كيما اللي في سان جون، هادو غرسناهم في 2013 شهر ماي 2013. هاي النتيجة. بون، هادي شجرة ميتة وتشكل خطر لهنا. فوالا ولاو يمدوا الظل بالنسبة للناس اللي يمشيو في الرصيف. درك رانا في الشتاء، مازالو ما داروش الاوراق تاعهم. الميليا يدير الاوراق تاعو في شهر افريل. دونك على حبينا نعطيو نتيجه تاع خدمه كي تستخدم، يعني اون اكسيون سور تيرا. دونك نشجعوا جميع الناس في الاحياء تاعهم يديروا اشجار على الارصفه تاعهم، بيان سور بنظام مع التنسيق مع البلديه ولا. و دون كالكو زاني، بعد بضع سنوات، راهين يلقاو الرصيف هذاك فيه الظل، فيه الشجره، دونك فيه حاجه خضراء مليحه دير الاكسجين، تلطف الجو، تنقص من درجه الحراره، وتفلتري الغبره ولا. فوالا، كونستانتين مافيل، باج سور فيسبوك، كونستانتين مافيل، شان يوتيوب. شربت هذه.